اللي شاف حضارة غير حضارة بلده، عارف مصر ايه اللي فاتها، وعارف برضو فين قوتها. ما بينساش ان دي برضو مصر، اصل العلم والطب، اصل الدين والفلك، اصل كل اعجاز. من اول تعامد الشمس على وش رمسيس لحد امبارح لما شقينا قناة السويس، وعمر ما وقفت في مصر عجلة الانجاز. ومستشفى 57-357 دليل حلم ابتدى بأقل القليل لحد ما بقت من أكبر مستشفيات أورام الأطفال في العالم، وبتوسعاتها إن شاء الله هتستوعب من 85-90% من الأطفال المرضى في مصر. ومن نسبة شفاء 0 في بعض الأمراض وصلنا بفضل الله لنسبة شفاء 73%، وزمالة مع أكبر المستشفيات في العالم، وحققنا المعادلة شفاء مجاناً ومش على حساب نفسية وآدمية الطفل. وولاد مصر اللي عايشين برا كان ليهم من النجاح ده نصيب، ولأن المصري مهما بعد قريب هيكمل المشوار. جمعية إيجيبت كانسر نتورك بالولايات المتحدة، إيد ممدودة بالخير لمصر من ولاد مصر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.